يجمعنا بالدكتور أحمد الشطي الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، ويحدثنا عن استعدادات الوزارة وبعثة الحج الكويتية للقيام بالمهام السنوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. طبعا مساء الخير دكتور أحمد. أهلا وسهلا أخت مشاعل، يسعدني أن أكون معكم. تحية لك ولأسرة البرنامج وللأخوة والأخوات المشاهدين. إحنا أسعد أن تكون معنا من خلال هذا البرنامج. بداية كلمنا عن بعثة الحج الكويتية. بعثة الحج الكويتية عمرها أكثر من 4 عقود من الزمان، بدأت من الستينات وأصبحت معلم يشار إليه بالبنان ويعرفونه كبار الحجاج أيام ما كانت الناس تصف طوابير أمامها سعيا لعلاج أو دواء أو نصيحة طبية. اليوم تطورت ومثل كل سنة تخرج مزيج من الإعلام، من الداخلية، من الأوقاف ووزارة الصحة. البعثة الطبية هي كانت المسؤولة إلى قبل عدة سنوات. الفوج اللي سيطلع هذا العام سيطلع على بعثتين، 5 الشهر هذا والبعثة الأخيرة أو الفوج الأخير راح يكون في 11/8. هذه البعثة تقدم خدماتها لكل الحملات الكويتية للحج اللي في إجمالي حجاجها حوالي 9000 إلى 10000 حاج كويتي. مهمتها تتواصل، هي جسر ما بين الحجاج ما بين الطواقم الطبية اللي تكون مع الحجاج، بالإضافة إلى الخدمات والرعاية الصحية اللي تقدمها مشكورة حكومة المملكة العربية السعودية. إحنا عندنا دائما حملة تتواكب ويا موسم الحج تحت شعار نحو حج آمن وسليم، صح التعبير، تتمحور في 3 اتجاهات: نصائح طبية ما قبل الحج، أثناء الحج، وما بعد الحج. ما قبل الحج احنا أمانة نركز على شوط أساسي اللي هو ننصح الجميع الاستفادة من خدمات الصحة الوقائية من خلال التطعيمات اللي تشمل 3 تطعيمات ضد الإنفلونزا، ضد السحايا، وضد التهاب الشعب الهوائية. وهذه عادة نتمنى أنه الحاج أو الحجاج يأخذونها قبل موعد السفر بحوالي من 10 أيام إلى 2 أسبوع. نعم. نفخر في هذا الإطار أن نقول أنه خلال 20 سنة الماضية لم تسجل أي حالة سحايا في موسم الحج، وهذا لا شك هو نتاج خبرة. نعم. الجانب الآخر اللي حنا ننصح فيه عموم الحجاج اللي هي زيادة اللياقة الصحية من خلال زيادة جرعة المشي والحركة، لأن في مناسك الحج والعمرة هناك كثير من الجهد الجسماني الذي يجب أن الواحد يرفع طاقته ولياقته تدريجيا ليواكبها بشكل خاص. نعم. كذلك هناك نصائح موجهة للمرضى بصفة خاصة. حنا نرجو أن كل مريض قبل ما يعزم على الحج يعني يزور طبيبة ويحاول أن يجيب سؤال ذهبي عن لياقته الصحية للحج، لأن بعض المرضى حقيقة يحتاجون أنه يأجلون الحج أو أنه يزيدون من الاحترازات حتى يتمتعون في أداء المناسك بما يحقق الغايات المرجوة. نصيحة خاصة للمرضى المزمنين، وأخص بالذكر مرضى السكر، مرضى ارتفاع الضغط، مرضى الحساسية والربو، ومرضى الكلى. أمانة ضروري أنه يكون هناك تقرير صغير يلخص حالتهم، لا سمح الله لو حصل أي طارئ توفر كثير من الجهد وقد تنقذ حياة. نعم. في هذا الجانب اللي يضطرون أنه يأخذون معهم دواء ننصحهم بشكل واضح أنه يحافظون على الدواء في درجة حرارة معتدلة، ومن يأخذ مثلا أبر الأنسولين يضعها في حوافظ موجودة ومتوفرة للجميع للمحافظة على فعاليتها بالشكل المطلوب. نعم. لابد كذلك من التواصل مع حجاج مع الحملات الحج وخاصة الأطباء فيها للتعرف عليهم وطبيعة مرضهم، لا سمح الله إذا كان هناك أي طارئ أو حاجة تأخذ في عين الاعتبار. نعم دكتور. بالمفيد أن أذكر أن احنا نفخر في الكويت أن كل حملة. نعم دكتور، يعني النصائح اللي قدمتها ومبرر على الأقل. نعم دكتور، النصائح اللي قدمتها ما شاء الله جدا جدا مفيدة. بس بسألك سؤال، يعني هل هناك مقر واحد للبعثة ولكن هناك أكثر من مقر؟ لا، هناك مقر واحد
بس كله في حدود يعني مسافات متقاربة، لأن كل الحملات تعيش يعني في إطارها إن صح التعبير، وهو في متناول المواصلات من الحملات إلى موقع البعثة. وأمانة يعني كل بعثة تعامل ويا الأعراض والأمراض الأساسية، لو كان هناك أكثر من ذلك أو حاجة إلى أدوية أو أجهزة العفو ممكن تستفيد من البعثة الطبية الكويتية. لا سمح الله لو حصل حالات مثل الإغماء، مثلا ارتفاع ضغط السكر، بعض ارتفاع ضغط الدم، إصابات بالقلب، لا شك أن هذه يتم نقلهم مباشرة إلى المستشفيات وأقسام الطوارئ السعودية اللي في المحيط. نعم. من المفيد كذلك أذكر أنه أثناء الحج إحنا نأكد على أهمية عدم التعرض للشمس، لأن مع الجهد الجسماني مع التعرض للشمس لفترات طويلة خاصة من ذوي الأمراض المزمنة يجب حقيقة أنه يحمون أنفسهم ويحرصون على التروية، لأنه اضطرابات التعرض للشمس تتراوح ما بين إجهاد حراري إلى تشنجات إلى ضربات شمس، ولا سمح الله قد تؤدي إلى الوفاة. لم تسجل أي حالة بين الكويتيين في هذا الجانب. مفيد جدا كذلك الاستماع إلى التعليمات والالتزام مع الحملات وعدم التفرق، لأن في الزحمة اللي يصل عدد الحجاج إلى 3 مليون أحيانا، هذا فرع جديد في الطب اسمه طب الحشود والتجمعات، يتطلب كثير من الجهد، من التواصل، من أغذية، من مياه، من مجاري، من لا شك أن هذا جهد كبير تتميز فيه وعلى مستوى العالم حكومة المملكة العربية السعودية. نعم دكتور، الآن خلالها لابد من الإشادة ب دكتور أحمد، يعني كل عام تقومون باستعدادات كبيرة وتكونون على قدم وساق لاستقبال هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، شنو الجديد هالسنة؟ والله هذه مما يسمى الاستدامة، في أفواج جديدة، ناس تحج لأول مرة وتحتاج أن تحافظ على صحتها. الآن لما كل سنة أفضل من غيرها من ناحية الخبرة التراكمية، من خلال الخبرة اللي يكتسبها أعضاء البعثة، من خلال الخبرة اللي يكتسبها دكتور أحمد الشطي، كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية على هذه الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا لك. إذن مشاهدينا فاصل ونرجع، خليكم معنا.